If إذا if prevailing traffic is incoming وأنا عارف الفلوس إيش راح أعمل؟ بدي أعمل طبعا الديتكشن، يعني خلينا نقول هون عملنا الديتكشن عملنا ديتكشن لإنكومينج ترافيك والبيك، وقلنا إنه البيك في الترافيك هو إنكومينج الآن. أول شيء راح أعمله راح أصير إذا عندي مصاعد آيدل راح أبعتها للإنترنس. إذا سند إيش يعني آيدل؟ ما عنده إيش يعمله، ما فيش عنده. إذا all idle elevator cars to the main entrance. مين راح يسجل هذا الطلب؟ مش باسنجر راح يسجله، احنا راح نسجله. فاحنا راح نبعث الكارز اللي موجوده راح ننزلها على المين انترنس. اول باس مصعد وانس ان اليفيتر ارايفز ايش بعمل؟ نخليه يفتح الباب. فبوصل اليفيتر بوصل على الطابق الارضي بفتح بابه بحيث انه اي باسنجرز موجودين بدهم يطلعوا بيقدروا يدخلوا. هلا بنستنى ويت انتل فل، بنقدر نعمل ديتكشن انه صار فل مش هيك؟ والكار ديبارت بتترك الهات. شو بعمل الان؟ في عندي مصاعد ثانيه موجوده على الطابق الارضي لانه انا عارف انه بيك، ايش بعمل؟ بفتح باب مصعد كمان مصعد. إذا بعمل نفس الشيء بالمصعد الثاني بفتح بابه، هذوك الباقيين بكونوا مسكرين أبوابهم حتى لو موجودين. ليش بشجع إنه الناس يطلعوا بمصعد واحد؟ ما بفتح أبواب كثيرة. يشتغل. تمام؟ لأنه لو فتحت أكثر من باب راح يطلعوا الناس ما راح يعرفوا في أي مصعد يطلعوا فراح يتأخر. الأحسن عندي إني أفتح اللي جاهز، بفتح الباب اللي جاهز، بيطلعوا الناس باللي جاهز، بسكر بابه وبيطلع، بس يطلع بفتح الباب الثاني والثالث، فما بأخر المصعد الأول، بيطلع مباشرة بس يعبي، وبتأكد إنه الكباستي تكون كويسة ملان عمالي بعبي. هلا أي مصعد بخلص ريتيرن حتى لو ما في كول، ريتيرن أني elevators back to main entrance. هدول هم الست خطوات، بضل امشي بالست خطوات هدول. فحتى لو لسه الطلب ما تسجل عندي بالطابق الارضي بس انا عامل ديتكشن انه في عندي incoming traffic، برجع اي كار idle كار برجعها للمين انترنس، بفتح باب اول وحده وبخلي البواب الثانيه مسكرين، بطلع الناس بسكر الباب وبيطلع. هاي احسن استراتيجيه لل incoming traffic منهم. اوكي، هذه استراتيجيه جيده للincoming traffic اذا عملت detection. طبعا اذا بدي اقول انه incoming traffic بده يكون اكثر من 60 70%. اوكي ماشي، واضحه هاي استراتيجيه؟